يفهم احلى راديو عسلامة صباح النور، مرحبا بكم. رجعنا لكم بعد غيبة تقريبا بأربع أسابيع باش نرافقوكم في الموعد الأسبوعي لـ UFM سبيسيال راديو كامبوس، كالعادة ان بارتنريا مع راديو UFM استوديو كامبوس فرانس تونيزي. حسين بالوعرة يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف. كالعادة في ساعة من زمن نحكيوا على الطلبة، نحكيوا على التوجيه الجامعي، نحكيوكم فرص ونحلو لكم اثنية باش نمشيو تقراو في تونس في الخارج، سهلوا لكم برشا حاجات صعيبة. قل قايل بصفة فيه زعما مازال فما إمكانية التوجيه، بالطبيعة فسرناها لكم، وفما دورات ودورات ثانوية ودورات متاع صيف ودورات متاع شتاء ودورات متاع الخريف. وقت اللي تحب تنجح تقرا واثنية الكل محلولة. واللي ما تبعناش قبل نقولوا له عسلامة، مرحبا بيك. اليوم نهزوك العالم انفورماتيك، اكثر عالم قاعد يتطور في الدول الكل. العباد اللي تخدم يبداو يتخطفوا فيهم، العباد اللي تقرا عفوا يبداو يتخطفوا فيهم من وقت القرايه. وصلت كاتريام مازلت ما خديتش لانجينيورا والا حتى البروفي نتاعك نتاع تكنيسيان سوبيريور، تلقى خدمه وشركات تبدا تمول فيك في برشا برشا من الكليات. خلي كان عاده تحب تمشي تقرا في بلاد 97% من المواطنين نتاعها يستعملوا سمارت فون، و70 مليون في البلاد هذيا يستعملوا الانترنت. نحكيوا على فرنسا اليوم. تقريبا موضوعنا الاساسي هو عالم الانفورماتيك، القرايه في مجال الانفورماتيك، ولكن شنو هما لي زوبسيون اللي موجودين امامكم باش تمشيو تقراو هالاختصاص هذايا في فرنسا. نحكيو زاد اليوم في جزء هام من لقائنا، مش معناتها سوفت سكيلز، احنا برشا مرات حكينا هنا على السوفت سكيلز، علاش هامين جدا في لي زونتروتيان دومبوش، في لي زونتروتيان تاع القرايه في لي فاكولتي، وعلاش اليوم برشا دي فاكولتي وقت اللي يعملوا لي كاستينغ او لي زونتروتيان مع طلبه يسالوهم ويبداو يلوجوا على لي سوفت سكيلز. ايش معناتها سوفت سكيلز؟ وبطبيعه انا فيدي باش نكون متعلمه معاكم اليوم، وذاك علاش كالعاده سعاده جدا باستقبال نعم احلام هاني ريسبونسابل اديميسيون في دي فرانس. عسلام احلام. عسلام حسين، مرحبا نورتنا. تحضر معنا ايضا ايمن فهري البزنس ديفلوبر في دي فرانس. عسلام. عسلام حسين، مرحبا. السوفت سكيلز نسمعوها برشا، فاهمينها الطلبة اللي يجيو يحكيو معاكم؟ طبعا بعد ندخلوا في لي ديتاي نتاعها، ما خلينا نخوك اون بروميير هكا امبريسيون، كي يجيو فاهمينش معناتها سوفت سكيلز؟ يعني ساعات تلقى عنده قدرات ما يعرفش يصنفهم هو مثلا. صحيح موجود هذا احلام ولا لا؟ موجود، واحنا هكا بالخبره نتاعنا وفي البارتي نتاع لورينتاسيون حالو نسالوه دي كيسيون بور افوار اون ايديا بروبو دي كومبيتونس اللي موجودين عنده، اللي نجمو بعد احنا نادابتيوهم مع لا فورماسيون ولا لا سبيسياليتي دوموندي. كمش نحكيو اكثر على الانفورماتيك، معناها كان جي اورينتي اكثر انفورماتيك نسالوه كلكو كيسيون، والا نسالوه اون ديتيكت كوا، معناها parmi الباركور اللي باش يعديه معانا، وكل اون ديتيكت اللي عنده دي كومبيتونس اللي يمشيو مع لو دومين اللي هو طالبو ولا لو دومين اللي احنا كون فا بروبوزي ابري. سوفت سكيلز معناها دي كومبيتونس دو بلوس اللي سوا يخدم عليهم لو كانديدا، سوا موجودين فيه واللي يلزم يطلعهم ولا يخدم عليهم اكثر. باهي خليها طون بعد نرجعوا لها في البارتي الثانيه نتاعنا. ايمان، الانفورماتيك توا سي تقريبا الاختصاص الاكثر طلب، يعني يجيوكم لي دي فرانس نحب نعمل انفورماتيك، شوف لي حل، هاو معادلي، هاو شنو قريت، القى لي حل. تصير هذه تقريبا معاكم ديما؟ اكزاكتومون، الانفورماتيك توا هو من اكثر لي دومين اللي مطلوبين كلكو سوا بور لي زيتود ولا حتى في المارشي دومبلوا، على خاطر توا الانفورماتيك ماشي ويزيد يدخل في لي دومين الكل دو بلوس اون بلوس، معناها يل توش بريسك تو لي دومين اللي تنجم تلقاهم، دومين دو لا سانتي ولا الانفورماتيك تو كور، دومين نتاع البزنس، دونك تنجم تلقاه في اي سبيسياليتي ولا في اي دومين. دونك علاش توا الطلبه كي يجيو بحذنا للاجونس يجيو يسالونا معناها شنو الحاجات اللي تبدا عندي مستقبل فيهم اكثر، ولا شنو الحاجات اللي يبداو مطلوبين في المارشي دومبلوا اللي هي بيان ايفيدامون سي لانفورماتيك، خاطر الدوموند اكثر حتى من النومبر اللي متوفر توا حاليا. الانفورماتيك ما عادش فقط قبل دون لو طون، نحكي على التسعينات انفورماتيك شتاع من صلح دي بي سي، ليه توا الانفورماتيك هي حاجه لاصقه المهن الكل في الاذاعه. فما الانفورماتيك في الجيستيون هذيك من وقت اللي انا نجحت في الباك توا مشوت الانفورماتيك جيستيون في السونتي كل شيء. من الحاجات المطلوبه برشا احلام اليوم الانفورماتيك عند طلبه عند عائلاتهم وقت اللي يجيو يختاروا التوجيه نتاعهم. وي بيان سور، اللي باش يجي اول حاجه يسالك اعطيني دومين اللي من بعد نجم نلقى به خدمه، واعطيني دومين اللي من بعد كي باش نخدم نخلص مليح.
دونك هذا هو من اكثر الحاجات اللي تتسال دونك اللي باش نلوجو من اكثر لي دومين اللي فريمون بعد سور لو مارشي دومبلوا دومين تري دوموندي من عند لي زومبلويور ولا من لي سوسيتي ولا اللي هو سي الدومين دانفورماتيك سي ان دومين اللي فريمون سي تري فاسيل دو تروفي بعد جوب ولا دو تروفي فريمون الخدمه بعد ما تاخذ ديبلوم تاعك بو امبورت بعد لا سبيسياليتي بو امبورت لو ديبلوم اللي باش تاخذ سواء ديبلوم تاع بي تي اس ديبلوم تاع ليسانس بو امبورت باك بلس 2 باك بلس 3 ديبلوم d'ingénieur et tout ça donc c'est un domaine vraiment très très demandé sur le marché d'emploi donc avec علاش لي جي فما لي جي و هو عامل لي ريغيرش نتاعو ديجا ويقول لك انا نحب لا سبيسياليتي هذايا والدومين هذايا وفما اللي شكون يجي يعطيك لي كريتير نحب ان دومين اللي من بعد نبدا كيما يقول حتى البارون خدمه مضمونه ابري دونك دومين دافورماتيك هو الحاجات اللي نبروبوزيوها للي كانديدا كو سوا باك ولا حتى ابري فما لانفورماتيك اللي يكون فريمون كون بو لادابتي عليه حتى لا سبيسياليتي انيسيال يبدا يكون هو عاملها اللي بارفوا ما فيهاش لانفورماتيك مي نجمو من بعد نادابت لا سبيسياليتي على الدومين اللي هو عامل هانا جايين للتفاصيل الديتاي نهزوكم زادة لدراسة الانفورماتيك في فرنسا شنو هي الاختصاصات جوستومون ونقطة هامة برشا شارت لها أحلام باك بلس 2 باك بلس 3 شنو هي نوعية الدبلومات اللي نجمو نتحصلوا عليهم وقت اللي نمشيو نقراو انفورماتيك وهل أنه أي طالب يعني جاي من أي مجال آخر ولا أي تلميذ يعني هل مجال الإعلامية أو الدراسة الإعلامية في الدراسة الجامعية مفتوحة للناس الكل ولا لازمك تكون مثل قريت مات ولا سيونس ولا تكنيك هذه كل تفاصيل نعطيكم الإجابات عليها بعد ما نهزوكم في الفيديو هذا تنجموا كالعادة تتابعوه على الشين يوتيوب إي إف إم ولا معنا على الفيسبوك ناخذوا فيه فكرة على الدراسة الجامعية في مجال الإعلامية تحب تولي تخدم ديريكتور سيستم دانفورماسيون شيف دو بروجي انفورماتيك ديفلوبور انجينيور سيستم ريزو ويوصل سالارك ال 50 كاف العام اجا نفهموا مع بعضنا شنو لازمك تقرا لي فورماسيون باك بلس 2 بي تي اس بروفي تكنيسيان سوبيريور اللي نجمو نلقاو فيها بي تي اس اون انفورماتيك ريزو ولا اون سيرفيس انفورماتيك Bac plus 3. Les formations هذوما يمكنوا les étudiants باش يكونوا spécialisés. نلقاو فيها bachelor en informatique, système et réseau, ou نلقاو زادا licence en informatique. BUT, bachelor universitaire de technologie, اللي نجمو نلقاو فيها BUT en informatique, ولا en réseau et télécommunication. Les formations Bac plus 5 qui maintenant l'étudiant va s'étrasser à la statut de cadre qui va chercher des entreprises ou bien sûr maintenant c'est le nombre d'années d'expérience. Parmi les formations Bac plus 5, Najmoun Alkaou, Master en Management des Systèmes d'Information, Master en Informatique, Master en Systèmes et Réseaux ou hatta les diplômes d'école d'ingénieur et d'école d'informatique. Le secteur informatique est un des secteurs qui met à faire de la crise. على خاطر دومين ديما يتطور اللي خلينا نلقاوها في بليزيور دومين كيما لانفورماتيك اندستريال لانفورماتيك دو جيستيون لانفورماتيك تكنيك لانفورماتيك سيانتيفيك و بيان سور من غير ما ننساو لي نوفو ميتي دو ويب تيليكوم اي ريزو اما اللي لازم نفهموه اللي دومين انفورماتيك هي ان دومين تري فاست و في بليزيور برانش معناها مش راك باش تقعد تخدم سور اورديناتور واللي في كل فامي دو ميتي لازم تلقى اون فونكسيون spécifique. تيكم صحه كمان البرنامج لخصت كل شيء الفيديو هذيا يعطيها الصحه مي تيلمون لخصت تيلمون حلت لنا ثنايا تو منين باش نبداو هاي شكون يمشي الانفورماتيك احنا انتوما كي يجيكم يعني فما عبد مثل تلقى عمل توجيه معين ولا قرا دراسه معينه من بعد يقول لك نمشي لانفورماتيك تقول ما تسعه تحرج انت زاد تقول ما تنجمش اسكو الناس الكل ينجموا في الجامعه يمشيوا يعملوا انفورماتيك اسكو مثل فما ان ترون كومان باش يعلمني انا جو سوي بلو بخلاف حل بي سي شويه فهكا حاجات بسيطه كيما لو كومان دي تونيزيان ما عنديش هكا المعطيات اسكو فما مثال في الدراسه دي ترون كومان اللي علموني لي زابي سي نتاع المجال هذا شكون يمشي يقرا انفورماتيك عموما بون باش ما نقولش لي برانش الكل ولا لي سبيسياليتي الكلهم ولا لي سيكسيون الكل يمشيو مي نقول اكثر اللي يكون عنده لي كومبيتونس نيسيسير سيتادير كي نبداو بالباك باغ اكزومبل باك ساينتيفيك باك سيونس ينجم يمشي باك تكنيك ينجم يمشي باك ايكو ينجم يمشي باك مات ينجم يمشي باك لتر بوتيتر كان هو مغرو
ينجم يمشي. دونك كان هو مغروم كوا ستادير ينجم يكون معناها ليتيرير مي يعمل دي فورماسيون مي مغروم مي يعمل دي عنده دي بارتيسيپاسيون في حاجات تو بوتيتر ينجم يكون اي بارفو فما شكون يجي يقول لك انا حتى باك لتر مي نحب هكا ديزاين غرافيك وكل الحاجات فيهم فيهم الكوتي انفورماتيك تو. دونك براتيكمون تنجم تقول لي سيكسيون الكل بوتيتر ينجموا يمشيو مي بعد لا سبيسياليزاسيون هي اللي تفرق في لي كومبيتونس وانت كيفاش مي فوا فوار كوميم زيد لازم يكون عندك هكا سونس داناليز لازم يكون عندك فريمون دي كومبيتونس اللي تنجم تادابتيهم على الدومين نتاع الانفورماتيك هذاك سا سي كلير يلزم يكون فما غرام ايمان في عالم الانفورماتيك مثل باش نعمل ناخذ ليكزامبل نتاع اختصاص معين نقول لك اذا ماكش مغروم بالاختصاص مش خاطر يفرض السوق انك من بعد فما باش تلقى خدمه تمشي تخدم في حاجه وتقرا حاجه ماكش مغروم بها. هل مجال الاعلاميه ودراسه جامعيه في مجال الاعلاميه تطلب انه فما غرامه مينيموم دامور بور لو ميتيي ولا بور لي كومبيتونس بيان سور وهذا يتطبق على لي دومين الكل معناها انت كاين مش مغروم بالحاجه اللي باش تقراها ولا سورتو بالحاجه اللي باش تخدمها تنجمش تنجح فيها كوم يلفو معناها انت كاين باش تتواجه توا انفورماتيك لازم يكون عندك غرام بسبيسياليتي اللي انت باش تعملها بلوتار باش نجم تنجح فيها وباش نجم معناها فو فيت فو بروف وحتى في الخدمه باش تلقى روحك اليز وتخدم حاجه غيرمون تبدا باسيوني بها فهمت مش يقرا معناها جوست الفورماسيون هذيك ومن بعد يجي في الخدمه يعمل اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ايتو هكا علاش احنا في معناها الغول نتاعنا سي دو فوار افيك لو كانديدا باش مغلوم شنو هو لي زاتونت اللي يستنى فيهم بلوتار من الخدمه نتاعو شنو هو الحاجات اللي يحب يقراهم باش نجمو نوجهو لي سبيسياليتي اللي تتمشى معاه. ها سبيسياليتي زاد احلام فيها اعوام فيها نفس فيها اختصاصات نجم نقرا عامين برك ناخو مينيموم نتاع شهاده ولا مينيموم دو كومبيتونس كيما نجم نوصل للام بي اي ونجم للدكتوراه شنو ما تقريبا ابرز الاختصاصات او ابرز يعني الشهاده الموجوده في مجال الإعلامية على مستوى الدراسة الجامعية نحكيو خاصة على مستوى فرنسا هنا راجعين لها بالديتاي وبالأرقام بون هو لي ديبلوم لي ديبلوم الكل راك تنجم تاخذهم بالانفورماتيك باك بلس 2 تنجم تاخذهم بي تي اس نورمالمون بالانفورماتيك انفورماتيك اوزورغانيزاسيون باك بلس 3 تاخذ ديبلوم دو ليسانس باك بلس 5 تنجم تاخذ ديبلوم دانجينيور ولا ديبلوم دو ماستر حتى ميم بعد باك بلس 5 تنجم تعمل ماستر سبيسياليزي تكمل لك السيزيام العام الاخراني ولا تكمل حتى باك بعد الديبلوم دانجينيور فما شكون اللي يمشي يعمل اون اني دو سبيسياليزاسيون ابري في الانفورماتيك معناها لي ديبلوم الكل متوفرين في الانفورماتيك ماهوش اون سبيسياليتي كي فا تو ليميتي في الدبلوم ابري سواء تحب تكمل حتى للاخر اي تو فاليد لو ديبلوم اللي انت تحب عليه سواء من بعد فما شكون اللي من الاول يجي واضح يقول لك انا راني نحب ان ديبلوم دو بي تي اس في اون سبيسياليتي بيان ديتيرميني نحب في الانفورماتيك اون بروبوز لي سبيسياليتي لي ديسپونيبل اون بي تي اس في الانفورماتيك اللي هما موجودين اسكي بيان لي انفورماتيك دوموند لا براتيك ابري دونك لي ديبلوم هذوما في لي فورماسيون فيهم براتيك فيهم اللي شاك اني فيها بيريود دو ستاج اللي تعلمك البراتيك واللي تعلمك فريمون لي كومبيتونس نيسيسير que ce soit باش تاخذ بعد لو ديبلوم دو بي تي اس كيما قلت لك والا باش تكمل بعد بها القرايه ميم لو ديبلوم اللي تاخذه بي تي اس من بعد تنجم تطوره نجم انت كان لقيت روحك il te manque des compétences اللي لازمك تكملهم من بعد ولا حاجات تكمل من بعد تطوره حتى تكشف الماستر ولا حتى تكمل بيه حتى ان ديبلوم دانجينيور ابري حتى ساعات عليه مش فقط يعني ان بوزوان دو كومبيتونس حتى يقول لك انا عندي ان بودجي معين نعمل بي تي اس نخدم عامين وثلاثه اون افو دي سكسس ستوري دون سو يعني في الاتجاه هذا يقول لك ناخذ الشهاده الاولى نخدم بها ندخل بها دومين الخدمه ومن بعد توا ديستانس ساعات ينجموا حتى نقراو ويكمل من بعد الدبلوم دانجينيور والماستر والدكتوراه مجال مفتوح مجال مفتوح ومجال اللي ما تلقاش فيه ديفيكولتي علاش سواء عندك لي كومبيتونس نيسيسير اي تو اكسل معناها في الدومين عندك ان ديبلوم دو بي تي اس ومن بعد تو اكسل وديبلوم تاعك يخليك من بعد نجم تكمل بيه حتى ان ديبلوم دو دانجينيور ابري فهمت وحاجه اللي براتيكمون وفاسيلمون تنجم تجيب فيها دي بون نوت معناها سواء فريمون كيما قلنا مغروم وتحب لو دومين وتنجم تطور حتى في لي كومبيتونس نتاعك وسان دومين اللي تنجم ا
بار القرايه نتاعك وانت تقرا اونتر طون تعمل دي فورماسيون اونتر طون اللي يخليك حتى ميم تلانسي من بعدك لي فريلانس اللي يخليوك تنجم تخدم حاجات اون باراليل افيك لي ستود نتاعك اك علاش قلت لك من الاول حتى هو تو سامحني كان قصيت عليكم تو لي جون حتى قبل ما يمشي وتلقاه في الباك ولا سيزامني سورتو العباد المغرومه تلقاه افيك لي زابليكاسيون وكوداج ويعملوا من تو في كلكوز ابليكاسيون ويدخلوا بال 20 و 30 دولار لك علاش تو حتى على مستوى الدوله صاير كجدال نتاع الباي بال انه ما يجموش يعني نحبوا يسهلوا لهم فيها برشا فلوس فيها برشا فلوس تلقاه وساعات من هذاك الدخل نتاعو يجي واللي خليه من بعد يخمم يقول لك هاو كاين عامين ولا نعملها نخدم على روحي نعمل لي فريلانس نخدم دي زاني ابري لو ديبلوم دو بي تي اس ابري نكمل على روحي القرايه اللي نجم نكمل ابري هو شنو يحب يكمل اسكو يسوليميت با ان ديبلوم دو باشلور ولا يكمل حتى ماستر ولا ديبلوم دانجينيور ابري بعد شويه نحلو اكثر الملف نتاع الدراسه الاعلاميه في فرنسا شو ما لي اوبسيون الموجودين نحكيو شويه زاده بما انه هالايامات هذيا برشا طلبه قاعدين يطلعوا لفرنسا دونك سي على ابواب العوده الجامعيه نحب نحكي معكم شويه تجيكم شي ملاحظات من نوع لقيت صعوبه في اني نعمل انتغراسيون شو ما نجموا ننصحوا توا الاولياء والطلبه اللي طالعين هالايامات هذوما في حكايه الانتغراسيون وخاصه نفتح ملف السوفت سكيلز شنو ما السوفت سكيلز شنو ما بالضبط كيفاش نجموا نطوروهم وكيفاش نجموا يعاونونا في اونتروتيان دومبوش سواء في كليه والا من بعد في مهنه والا عمل ابقوا معنا نرجعوا بعد البيب يا فيما احنا راديو رجعنا لكم اليو اف ام سبيسيال راديو كامبوس حتى نصنع حبينا نضحكوا لكم من البافيت منعنا ولا قاعدين نضحكوا تحت البافيت جوست ما نضحكوا بالصوت نضحكوا بالصوت اون اوفر اون بارونتيز نحكيو بعد شويه نرجعوا نحكيو على دراسه الاعلاميه في فرنسا كنا في الاوف نحكيو هالنهارين برشا قاعدين يطلعوا فما العشرات اللي خذوا لي فيزا نتاعهم وشدوا ثنيه صارت حمله وطنيه لتلقيح الطلبه كنت ذكروا بعد اخر حلقه من نهار 23 جويلية كان ضيفتنا السيده ولفه بن عوده وزير التعليم العالي سيتي لي جورني ستوديون تاع التوجيه جاتني من بعد جوست بعد ليميسيون وقت برشا تساؤلات عند لي بارون الاولاد نتاعهم ولا البنات نتاعهم طالعين يقراو في الخارج وقت مازال ما تحلش الفاكسان وطالبين عليهم فاكسان وغادي حجر صحي اجباري من وقتها لليوم تغيرت برشا حاجات تفتح الفاكسان للطلبه اللي ماشيين للخارج اون جينيرال زاد يزرقوا لهم جونسون خاطر سيت سول دوز دونك باش ينجموا في ساعه ولكن اليوم فما شكون ما فاكسانش مثلا وفما شكون مرتبط بتواريخ مثلا اذا اشكال نبدا بك انت ايمان يعني ومن بعد نجيك احلام هو ما فما حتى بروبليم معناها ميم في فرنسا اي واحد حتى كان مازال ما لقحش ينجم يقرا مي باغ كونتر عملوا دي ميزور اللي لازم ياخذوهم العباد اللي ما نجموش يعملوا فاكسان اللي هو لازم يعمل ان تيست بي سي ار في دوري اقل من 48 ساعه قبل السفر نتاعو ويعمل كونفينمون دوب ما يوصل بوندون 10 جور اي لا بون نوفيل اللي هو زاد ينجم يلقح في فرنسا دونك يسوفي جوست كي لادير في سيكوريتي سوسيال هكا كاين نجم يخذ رونديفو نتاعو دو فاكسيناسيون مي اللي هو مازال في تونس باش كي يمشي نجم يتلقى الجرعه نتاع الفاكسان سور بلاس دونك ينجم يبرمج داتم تاع التلقيح نتاعو اللي هو هوني ملي اكزاكتومون باه دونك تحل الاشكال بالحق وقتها يعني شهر التالي سيتي ان غون بروبليم بالنسبه لي بارون كانوا كلموا فيا انا شخصيا الحمد لله دونك اللي ما لقحش في تونس دونك على الاقل فرنسا ينجم وحتى نقراو حسابهم هذا جا من قبل لي ستوديون اللي خارجين يقراو البارا في الجورني اللي عملوها بور لي ستوديون اي ابري حتى لي ستوديون في تونس وقالوا حتى اللي باش يخرج البارا زاده ينجم يتلقى جرعه نتاعو في الجورني اللي تعدات بور لي جون Voilà, donc بالتوفيق لكم مازال راهو الكورونا on n'en parle pas assez في الفترة الأخيرة أما راهي مازالت لذا ردوا بالكم على رواحكم وحملة وطنية انطلقت مؤخرا ومازالت باش تتواصل سورتو الأيامات الجاية لتلقيح التلاميذ وطلبة avant la rentrée universitaire et scolaire خلينا احنا حكينا على فرنسا دونك تنجم تاخذ رونديفو نتاعك من هنا دونك تخلط الغادي تمشي تفاكسن على روحك فما إقبال كبير في السنوات الأخيرة على دراسة الإعلامية والانفورماتيك في فرنسا علاش؟ نعرف أنه دولة على مستوى على الأقل الأرقام الرسمية عندنا 70 مليون مستعمل سمارت فون في فرنسا عندنا 97 70 مليون مستعمل الانترنت 97% من الفرنسيس يسون أكروشي على سمارت فون يعني مجال متطور جدا الغادي على مستوى الاستعمال ولكن أيضا على مستوى التعليم
هو مجال متطور مش كان غادي، هو مجال متطور لهنا والغادي، حتى احنا لهنا معناها المجال نتاع الانفورماتيك ولي سبيشاليتي والانفورماتيك ولا ان دومين مطلوب من عند لي جون ومن عند لي ستوديون، خاطر يعرفوا اللي هو سي ان دومين مطلوب سور مارشي دومبلوا ابري. باش ياخذوا ان ديبلوم لنا في تونس، سي ان ديبلوم اللي نجم يخدموا حتى في بلاد اخرى، باش ياخذوا زيد ان ديبلوم في بلاد اخرى ينجم يخدموا معناها سوغ بلاس، ولا حتى كان عنده هو دوتر عنده فيزيون اخرى باش يمشي لبلاد هاكا، سي ان ديبلوم ركونو اللي نجم يمشي به لاي لاي بلاد اخرى. سي ان دومين تري ديفلوبي que ce soit في تونس ولا في فرنسا، سي ان دومين اللي قاعد يتطور، كل شيء ولا انفورماتيزي، حتى لي دومين اللي احنا ساعات نقولوا نعطيك اكزامبل ديرنييرمون لي سبيشاليتي اللي توا قاعده تطلع جيوماتيك، كي تجي تشوف سي اون سبيشاليتي فريمون جيوغرافي يعمل جغرافيا ينجم حتى مع جغرافيا ياخذ يزيد معاها الانفورماتيك. لصقت في كل شيء لو عندنا توا لازم نحطوها عرفتهم فاكتور كومان انفورماتيك وزيدها كل شيء طب في الانفورماتيك الفنون يعني اليوم الجرافيست وليزارتيست 3D كل مجال اصبح لازق الانفورماتيك يعني حاجه ما تتنحاش من حاجه ما تتنحاش حتى كان انا عملت اون سبيشاليتي بعيده على الانفورماتيك نيسيسيرمون ابري بور انتغري لو مارشي دو ترافاي يلزم يكون عندي دي كومبيتونس في الانفورماتيك باش تجيري من بعد الخدمه ما فماش توا خدمه ما فيهاش الانفورماتيك او موا يلزم يكون عندك لي زابي سي باش تعرف كيفاش فريمون تو انتغر وتعرف كيفاش اللي تتطور معناها كوا دونك فماش حتى مارشي وحتى دومين دو توا ما فيهش لانفورماتيك دونك هذاك علاش الاقبال ولا كبير من الباك فما شكون حتى اللي ينصح قبل يقول لك نحبك تطلع سواء طبيب سواء مهندس سواء كذا توا يقول لك نحبك تعمل لانفورماتيك تبدلت العقليه نحبك تعمل لانفورماتيك باسكو نعرف اللي هو سي ان دومين اللي ما تحيرش بيه حتى كان ما خدمتش بيه ما تحيرش بيه فما شكون يعمل خلينا نمشي معاك فما ولا ايمان كي بو ريبوند لا فما شكون يعمل العكس يعمل اختصاص ادبي جغرافيا ولا اختصاص انساني عموما يعني انسانيات جغرافيا تاريخ ومن بعد بتتر يلقى مشكل ما يلقاش خدمه يزيد حوايج انفورماتيك سا بو اوفرير دي زوريزون لا بيان سور ينجم يبدا الباركور نتاعو في ان اوتر دومين ومن بعد يكمل الكورسوس في الانفورماتيك اما لازم يلقى سبيسياليتي ما تبعدش برشا على الدومين نتاعو سكون ابيل لا دوبل كومبيتونس معناها باغ اكزومبل كيما ليكزامبل عطاتو احلام يقرا جغرافيا ومن بعد يقرا دونك انفورماتيك باش ينجم يخدم في الدومين نتاع باغ اكزومبل لي جي بي اس في معناها كيما قلنا الانفورماتيك il peut être lié à n'importe quel domaine دونك c'est possible de faire une formation basique dans une autre spécialité et compléter avec l'informatique après. يجيو عباد هكا لدي فرونسي سالو مثال يقول لك انا وخممت ونحب نزيد هالدوبل كومبيتونس الانفورماتيك est-ce que elle est demandée في en double compétence بخلاف العباد تتوجه initialement اساسيا وتقرا اعلاميه في دراستها الجامعيه اصبحت الانفورماتيك مطلوبه كدوبل كومبيتونس اي وبرشا وديجا نعطيك دي زيكزامبل يجي باغ اكزامبل يجيو في دومين تاع الميكانيك ولا الالكترونيك من بعد يقول نحب نعمل انتيليجونس ارتيفيسيال دونك سي اون سبيسياليتي كي نيسيسيت فريمون من بعد يكون عندك دي كومبيتونس دون دومين دانفورماتيك سي اون فورماسيون كومبليمونتير اللي ولات نيسيسير في الدومين باسكو الانتيليجونس ارتيفيسيال وتوا الحاجات اللي قاعده تقدم وقاعده تتطور ولات حاجه مطلوبه وحاجه نيسيسير ابري فهمت دونك يجيك من الاول يبدا عارف اللي راهو فما دومين قاعد يقدم فما حاجات معناها فما ميم حتى الدومين سيونتيفيك قاعد يقدم وكل يقول لك لانفورماتيك حاجه ولات اوبليغاتوار من بعد لازم تكون موجوده عندي بور فريمون اتر كالكان دو بوليفالون كالكان اللي نجم يخدم في اي حاجه تحطو فيها ناخذ احنا حتى ليكزومبل احنا تو في راديو دونك ان انيماتور كومبلي سي ان انيماتور اللي يعرف يعمل مونتاج تو بالتليفون يعني حتى فما سكون ابل لو موجو لو موبايل جورناليزم يعني كل شيء سي توت انفورماتيزي يعني العنصر الانساني هام ولكن العنصر التقني ولا هام جدا واليوم اخترنا انه مع الانفورماتيك ايمان نحكيو على لي سوفت سكيلز علاش لانه من اكثر المجالات اللي تطرح فيها هل تستحق سوفت سكيلز انفورماتيك بي سي نتاعو يبدا دمدوم هو نتاع هارد سكيلز يعني يبروغرامي يكود يقول لك ما نستحقش انا سوفت سكيلز هل من يشتغل في مجال الاعلاميه ولا باش يقرا انفورماتيك في الجامعه يستحق دي سوفت سكيلز وقبل كل شيء اش معناتها سوفت سكيلز
soft skills هما لي كومبيتونس اللي يتعلمهم ليتوديون ملي هو يقرا في الليسي ولا في اليونيفرسيتي اون باراليل مع القرايه نتاعو باش ينجم يبدا عنده معناها اون فالور اجوتي بارابور او زوتر سورتو في دومين لانفورماتيك puisque هو سي ان دومين كبير برشا دونك سي تري تري امبورطون دو فير دافوار دي سوفت سكيلز اون باراليل مع القرايه انا هذايا ديما نقول معناها واحد سورتو في لانفورماتيك كان يلفا سو ليميتي جوست بالكور اللي يقرا في اليونيفرسيتي ينجم يوصل il exerce son métier plus tard. Mais pour exceller et pour faire la différence, et surtout pour, dans les entretiens d'embauche, voilà, pour pouvoir travailler dans des entreprises de renommée ou l'école, c'est très important d'avoir les soft skills au cours de son parcours. une soft skills. Par exemple, il y a des pour la gestion de projet. Par exemple, prison parole en public exactement هذيك علاش اليوم تطرح بقوه في حلقتنا وفي موضوعنا يقول لك انا نخدم بقدام بي سي نتاعي ما نستحقهمش سي دي شوز اللي انا نجم ما نستحقهمش في حياتي المهنيه بالكل انا نتعامل مع كرون كلافيي وهنا وين تطرح الديليم نتاع سوفت سكيلز فيرسس هارد سكيلز في مجال الانفورماتيك الاحلام يعني ما تروح هذا اي بيان سور ما تروح وسورتو كيما قلنا حتى من بعد في لي زونتروتيان دومبوش ولا ميم حتى كان انت تو فيز من بعد يولي عندك تون بروبر بروجي ابري دونك تو دوا افوار دي كومبيتونس ولا دي سوفت سكيلز اللي يخليوك تنجح في الدومين تاعك ولا تنجح في البروجي نتاعك سي تو فيز افوار باسكو ميم حتى الانفورماتيك سوا باش تخدم معناها في اونتربريز سوا باش يولي عندك فريمون تون بروبر بوات دو ديفلوبمون ولا اللي هو ابري تو دوا افوار فريمون دي كومبيتونس في الدومين دورغانيزاسيون كيما des compétences de communication, des compétences d'organisation, des compétences d'analyse, des compétences qui m'ont prise de parole en public. Donc les compétences et donc ma aujourd'hui c'est que il fallait que tu distingues parmi les autres le marché et au cas معروف vraiment ou même حتى يزم يكون عندك sens de créativité après باش vraiment تقدم حتى في البروجي نتاعك وحاجات ولاو يخدموا عليها من توا les étudiants ملي مازال هو في الباك يحاولوا لي بارون تاعهم يدخلوهم في لي اسوسياسيون يحاولوا يعملوا لهم دي فورماسيون ان باراليل يحاولوا يدخلوهم زاد فما تاو لي فورماسيون اون لين ولا تاكسيسيبل بور تو الموند معناها تعمل اون فورماسيون اون لين تاخذ سيرتيفيكا يعبي لك السي في نتاعك تو دابور باش من بعد حتى كي باش تبعث الكونديداتور نتاعك بور للخدمه اي تو يبدا عندك لي كومبيتونس نيسيسير نهار لونتروتيان ما تلقاش ديفيكولتي باش تعدي اونتروتيان افيك ان ايتابليسمون ولا اونتروتيان دومبوش ما تلقاش ديفيكولتي باش تحكي على لي كومبيتونس نتاعك باش تحكي على روحك يخليك تعرف كيفاش تعمل اورغانيزاسيون دي زيدي ابري كيفاش تنظم شنو هما الحاجات اللي تحطهم اون افون شنو هما الحاجات اللي تركز عليهم تو مي لاكسون على كل حاجه معناها ميم تو ديكوفر تعرف روحك انت شنو هما الحاجات لي بوين فور اللي موجودين فيك اللي تنجم تخدم عليهم اكثر وشنو هما لي بوين فيبل اللي تنجم بعديك تطورهم دونك ولات حاجه مهمه لي بارون ما عادش غايبه عليهم ولي زيتوديون اوسي زيدا ولاو يخدموا عليها برشا شفناها في برشا مرات من خلال لي زاسوسياسيون اللي صدعيناهم طيله ال 25 حلقه اللي فاتوا لانه اليوم احنا سي ليبيزود 26 نتاع الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس وفي الاخر راهو ليماج انا طرحتها بطريقه كلاسيكيه انه انجينيور دانفورماتيك ولا عبد يخدم في الانفورماتيك قدام كلافي والليكرون تاعو اليوم نشوفوا حتى لي بلو غراند سوسيتي يعني في العالم سي دي اوبن سبيس سوا فيسبوك جوجل وغيرها يعني نتاع البلو غراند سوسيتي انفورماتيك اليوم في العالم سواء في السوفت وير والا في الهاردوير سواء اللي صنعوا والا البروغراماسيون سي دي اوبن سبيس العباد يعني انك تكون تتعامل بطريقه جيده مع الكلافي ومع ليكرون اوكي ولكن لازمك تتعامل مع الناس الكل لانه في الاخر انت راك سلسله فيها برشا ديزانو فوالا جوستومون فيها برشا حلقات به من بعد شوي باش نرجعوا لحكايه الانتيغراسيون تاع طلبه جدد نتاعنا ما توا حكينا على الانفورماتيك ورينا اهميه لي سوفت سكيلز هل المجال مطلوب اي دو فرانس اليوم كيفاش نجم تعاوني انا اليوم سمعتكم التوا بديت وانا نسمع فيكم اي دو فرانس هذيك كيفاش نجم تعاوني اليوم ايمان باش نمشي نقيد انفورماتيك شنو ما لي بارتنور دي دو فرانس في المجال هذا حكينا شويه
احنا en tant qu'agence نعاونوا الطلبه في البروسيس كامل دو بريباراسيون دو لو بروجي ديتود ان فرانس. اول حاجه نبداو بها هي لوريونتاسيون, سورتو معناها كي يجينا واحد يحب يعمل انفورماتيك ولا اي اوتر دومين, اون ايساي دو كومبراندر شنو هو الحاجات اللي عنده, معناها المؤهلات اللي عنده, شنو طموحاته, شنو يحب يخدم بلوتار, القرايه اللي تتمشى معاه بور بوفوار معناها لي بروبوزي لي فورماسيون اللي يلقى فيهم روحو اكثر, ويتواصل لاكومبانيمون تاعنا في تحضير دونك لي ديفيرونت ايتاب, دونك تو سكي بروسيدور, دونك تو سكي كوتشينغ بور les entretiens, hacker canal mohom qui fait les mignards qui fait ils doivent valoriser leur motivation, leur projet d'études. Rater qui m'a raconté que Rabila, oui, dis-nous, je m'y connais, je me rends chez Habiamel, mais qui j'ai besoin qui, il sait pas comment s'exprimer. Exactement. Il met déjà l'informatique. Exactement. Il sait pas comment valoriser son projet d'études ou bien son projet professionnel. Donc, on lui fait le coaching pour ses entretiens libshadir, quel que soit l'entretien avec l'établissement ou l'entretien de motivation. Nous avons aidé à faire recherche d'un logement. Finalement, c'est les parmi les حاجات اللي يلقى فيهم دي ديفيكولتي كبيره, دونك سورتو يبداو من تونس لازمهم يلقاو لوجمان باش كي يسافر غاديك يعرف يروحو وين باش يسكن. اهم حاجه انه اليوم دي فرانس سوبورت غارون لي ستوديون هذوما, دونك فما الضمد هذاك هي دي فرانس نسهلوا عليهم لا بروسيدور. اكزاكتومون, دونك ملي يبدا في تونس قبل حتى ما يسافر الكل عارف روحو وين باش يسكن, يعرف لي كونديسيون اللي باش يكون فيهم اي انسي دو سويت داكا, ونعاونوهم زاده حتى في البريباراسيون دو لوغ بروجي دونك دو لوغ دوسيي دو فيزا اللي هي اخر ايتاب يتعداو بها. اي وتكثر الاوراق وبرا اطبع وحضر الدوسي ويدخلوا بعضهم. ليه انا وين نمشي نحضر فيزا نت بلانتا والله بالحق راهو يعني مش لك الجيش اونيك وصف وراق يعني ساعات نبدا وحدي هكا نفكر نقول كي نلقى شكون يتلهى لي بالحكايه هذيا جو سوي بري على البي ونرتاح من متجوج من هذيك, لانه ساعات ورقه مش في بلاصتها طيح خدمه نتاع عام وعامين بالنسبه للاتيديون يعني. وصارت لكم نتصور يعني يجيكم عبيد يقول لك راني قدمت ملف وطاح لي, وبعد تجي تشوف انت بخبرتك تلقاها وريقه ناقصه ما لها معنى قول قايل. بون هو راهو الكاتيجوري نتاع العباد لهنا موجوده, فما شكون اللي يجي يعاود في الفيزا خاطر صب وحده وباوراق غالطين ولا اوراق ناقصين, دونك يجي يقول لك انا الغلطه هذيك اللي عملتها ما عادش نحب نعاودها, نحب نمشي للي الاهل الاختصاص كيما نقولوا اللي يبدا يعرف شنو هما لي دوكيمون اللي لازميني. فما شكون اللي يجي اول مره يقول لك انا راني حكيت الاوراق من الاول, يقول لك راني الاوراق ما نفهمش فيهم, نجيك لك انت اعطيني شنو نحضر لك وشنو نجيب لك وانت تصرف, والمهم اعطيني بعد الدوسي نتاعي كامل مش ناقص حتى دوكيمون. فما شكون اللي يتقاوم بالحق ما يحبش يغلط حتى غلطه من الاول, يحب الدوسي نتاعو يتعدى ريكلو ما فيش حتى دوكيمون ناقص, يجيك يقول لك راهي الحكايه هذيا انا ما نفهمش فيها وانتم ما تفهموا فيها اكثر, دونك حضر لي لو دوسي دو فيزا نتاعي, ولا اللي يبدا معاك البروسيدور من الاول بالكل, يقول لك البروسيدور من الانسكريبسيون حتى للبريباراسيون دو دوسي دو فيزا نخليه عند لاجونس باسكو يفهموا شنو هو لي دوكيمون نسيسير وشنو هو الحاجات اللي نستحقهم. لهنا عندنا لي شارجي ادميسيون نتاعنا اللي لاهين بالبارتي نتاع الفيزا, يعرفوا لي تيب دو فيزا الكل, يعرفوا شنو هما لي دوكيمون نسيسير بور لو كانديدا, هو في كال دون كال سيتوياسيون, كال سون لي دوكيمون اللي لازم يحضرهم, وقتاش يعمل يحضر لو كونت بلوكي باغ اكزومبل, وقتاش ما يحضرش, وقتاش يعمل لا بريزون شارج, وقتاش ما يعملش, دونك هذوما الكل تصير من الاول رونكونتر يفهموا فيها لا سيتوياسيون دو كونديدا, ومن بعد يعطيوه لي دوكيمون نيسيسير اللي لازم يحضرهم ويعاونوه مام افيك لا بارتناريا اللي حكينا عليها ديجا مع تيجيري بانك للبريباراسيون دو كونت بلوكي, مام ابري من بعد لي دوكيمون ترانسفير رابيد كيما قلنا والريدكسيون اللي ياخذوها ولي دوكيمون نيسيسير اللي لازمهم يتحضروا زاده في الوقت باش يبدا عارفهم. يا زاده راهو دي بروسيدور الفيزا مش كو دي دوكيمون, راه فما في وسط دي بروسيدور اوسي لازمهم يتعملوا اللي بارفوا لي كانديدا ما يعرفوهاش, فهمت بالديتاي بالبراتيك تولي تعرفهم. دي دوكيمون صغار لازمهم يتحضروا نيفو دو لا بانك, دي دوكيمون لازمهم يتحضروا حتى اون ليني, دونك هذوكم الكل ياخذوا عليهم فكره من الاول باش فريمون يكونوا حاضرين في الوقت. فوالا هذا كل تعمل, نتمنوا بالتوفيق, انه هي توا الليمات هذيا موسم الذهاب نحو المطار. الليمات هذوما الناس الكل توا قاعده تصف الفيزا نتاعها, ان شاء الله يا ربي الكلهم تجيهم اون اكسبتاسيون وياخذوا الفيزا نتاعهم. الغونتخي قريبه, غونتخي سبتمبر, فما اللي يقرا لو بروميي, فما لو 15,
كيف كيف ما رونتري اكتوبر مازالوا فما شكون اللي حضروا توا في الكانديداتور نتاعهم ويحضروا في في الدوسي دو فيزا حتى رونتري جانفي راهو توا تصير لا بريباراسيون فما شكون اللي يحب يحضر دوسي على بكري دونك ينجم من توا يبدا يحضر وياخذ لي زانفورماسيون حتى على الفيزا ولي دوكيومون نتاعها دونك سي البيريود اللي احنا سميوها اون بيريود بيك اللي لي كانديدا الكل عليهم هما توا يبداو مخسورين شويه باش ياخذوا الفيزا نتاعهم واللي يحبوا يحضروا روحهم زاد على بكري فما شكون اللي قاعد يبدا من تو ايمن احنا توانسة عادة ما نلقاوهش المشكل يعني اجتماعيين بطبعنا يعني عبد الرحمن بن خلدون مكتب كتابه كان ما عرفنا احنا مليح يعني وني سوسيابل هكا نحبوا الناس وتلاقى حضارات لكن فما دي ستوديوم نعرفش انا يجيكم شي رجع صداء دي زيكو فما شكون يلقى صعوبه كي يخرج الخارج باش يعمل انتغراسيون مثلا هو جينيرالمون ما يلقاش صعوبه بور بليزيور ريزون لا بروميير ريزون اللي هي لانغ معناها اللي باش يتعامل بها مع العباد غاديك هي سي نوتر دوزيام لانغ معناها ما فماش مشكله نتاع ما يعرفش كيفاش باش يحكي مع العباد ولا باش يلقى ديفيكولتي دو كومونيكاسيون اون بلوس في فرنسا فما معناها ان نومبر تري امبورطون تاع دي تونيزيان دونك باش يمشي باش فما ديما كال الكوميونيتي تونيزيان باش يدخل روحو في الجو وكل شيء دونك جينيرالمون يا با دو ديفيكولتي و لا بلوبار دي ستوديون يبدا عندهم شكون في فرنسا من الفامي والكل كعلاش هي ديجا فرنسا parmi les destinations les plus demandées خاطر تحسها قريبه لنا دونك فماش دي بروبليم دانتيغراسيون اي ان سكي كونسيرن كالي بروميير بروسيدور اللي لازم يعملهم دي سون اريفي وكل شيء احنا ديما في البيريود هذيا اون في دي بريباراسيون بور لو غران départ هكا كنحضروا لي ستوديون على لي بروميير ايتاب اللي يعملوهم وين لازمو يمشي كيفاش يحل ان كونت بانكير شنو لازمو يعمل دونك كي بشيو يوصل غادي كما يبداش بلو ماهوش عارف روحو شنو لازمو يعمل اكزاكتومون يبدا منظم روحو لهذه لي ايتاب الاولى هذه لي ايتاب الثانيه اي انسي دو سويت تعمل بربي ميسيلش يعني ما دي رونكونت بينات الطلبه جدد اللي باش يسافروا يحكيو شنو الحاجات اللي متخوفين منها شي اكثر اسئله اللي تجي لانه في الاخر واحد ساعات كي نقل من مدينه لمدينه وانا باسي بار لا نو ايتوديون على الاقل القرينا في تونس تبدا خايف بدايه مرحله جديده توا تلقى 18 سنه وساعات 17 سنه ونص 19 باش يبعد على عائلته فما لو كونفور فاميليال لو كونفور بارونتال اللي باش يتنحلوا سودانمون خلي عاده كي باش يمشي لدوله اخرى لبلاد اخرى لعباد اخرين فما هالتخوف هذايا فما تحضير نفساني يصير مثال مع ايدي فرانس في مرحله ما قبل السفر احنا جينيرالمون ديما قبل ما يطلع ليتوديون ديما عندنا اون سيونس نعملوها بريباراسيون غران ديبار نسميوها اللي هي يحضروا من اسمها غران ديبار يحضروا فيها لي ستوديون اللي خذاو الفيزا نتاعهم واللي اون كور دو بريباراسيون دو سيت فيزا ويحضروا فيها ميم لي بارون باش ياخذوا فكره نفسروا لهم فيها لي بروسيدور اللي لازمهم يتبعوها اول ما يخلط لفرنسا سيتادير اول حاجه لازم يعملها كيفاش يعملوا الكرياسيون نتاع الكونت بانكير كيفاش يعملوا الانسكريبشن ادمنستراتيف الحاجات ايفيتي الحاجات لي دوكيومون ميم اللي لازم يهزهم معاه دونك نفسروا له لي زيتاب باش اول ما يخلط ما يحسش روحه كيما قلنا بلو واول ما يخلط يعرف روحه شنو لي زيتاب باش يربح الوقت وشنو لازم يعمل لي بارون هاكا في بالهم لي كانديدا زيدا في بالهم ميم عندنا يبدا عندنا دي كانديدا نتاعنا اللي موجودين غادي كيقراو في نفس ليتابليسمون اي تو نحطوهم اون كونتاكت افيك لي ستوديون اللي باش يطلعوا جدد كان نقول لك عاملين حتى جروب فيسبوك مع بعضهم لي جان باش على الانتغراسيون وكل باش يعاونوهم حتى في اللوجمان ولا ساعات ابار كان احنا ما كملش معنا البروسيدور في لوجمان ولا حاجه يلقى لي ستوديون اللي طلعوا معنا يسكنوا مع بعضهم وكل دونك يحاولوا كيفاش نقربوهم لبعضهم باش ما يلقاوش ديفيكولتي دانتغراسيون اول ما يخلطوا سهلت الفيسبوك الحكايه ريتنا ندور ونرجع للانفورماتيك شفتوا كيفاش ان جروب ادو فرانس هذا الجروب لي ستوديون دو فرانس لي ستوديون يبداو يقعدوا معنا ان كونتاكت هما راهو كي يطلعوا يحكيو لنا حتى على الاكسبيريونس نتاعهم كيفاش في الفاكولتي ولا الاكسبيريونس نتاعهم كيفاش في لي زيتابليسمون بريفي اللي طلعوا معنا ويعطيونا الفيدباك ولا يقولوا لنا كيفاش اللي ياخذوا لي ديبلوم نتاعهم ساعات يبعثوا لنا تصاور يقولوا لنا انا خذينا لي ديبلوم تاعنا اللي عاديو اون بيريود في فرنسا تاع هذه وقت اللي جاوا في الباكونس الكل جاوا بحذينا وحكيونا على الاكسبيريونس نتاعهم امام يعاونوا حتى لي ستوديون جدد اللي قاعدين يطلعوا بعدهم دونك الى حد الان دونك انه اليوم ركزنا شويه على وجهه معينه للدراسه في الخارج اللي هي فرنسا مشكل الانتغراسيون مش موجود وعاده
تقريبا إيمان من خبرتكم ما فهميش واحد يمشي يلقى روحه تونسي وحده في فاكولتي ولا في يونيفرسيتي في فرنسا، يعني فما يلقى تجمع متاع توينسا معاه. وي خاطر سامحني لانه حسب ما قاعد نتبع حتى دخلت جوستومون في دي جروب، فما حاجه اسمها لا كونتاجيون، اذا واحد يسمي اسم كليه معينه تلقى العباد كل تسال ويصير كيما ان غران ديبار كوليكتيف. خليني نقول اكزاكتومون تاو بيسكو النمبر نتاع لي ستوديون تونيزيان كبير برشا في فرنسا، دونك جينيرالمون في اي يونيفرسيتي باش تلقى فما حتى اون بتيت كوميونيتي تونيزيان، وغاديك ديما يفرحوا ببعضهم ولد بلادي ويبداو معناها يعاونوا في بعضهم. معناها ليتوديون كي باش يطلع من الاول حتى كان هو مستانس ديما معناها بالفامي نتاعو ومازال صغير سورتو جماعه الباك والكل، غاديك بتي تبتي il va s'adapter avec معناها la nouvelle vie le nouveau rythme مع العباد الجدد. واضح، ما عرفش انا كان فما شي معطيات اخرى نجموا نقدموها لهم جوست اي دو فرانس. دونك وحاجه هي ما كان تحكي لنا عليها احلام انه حتى كان الفرصه مازالت مفتوحه بالنسبه لي زونت رونتري، يعني في تونس احنا عندنا اون دات دونك دو رونتري يونيفرسيتير معروفه دونك تتغير مع 15 سبتمبر مع بعض الاختلافات خاصة كلية الطب وبعض الكليات اللي عندها علاقة بالتربصات تبدا في ديبي سبتمبر. في فرنسا مثلا فما ديزونتخي في أول سبتمبر منتصف سبتمبر وتوصل حتى الجانفيير تقعد سبتمبر في اكتوبر aussi فما رونتري اكتوبر. عندهم aussi l'autorisation de retard، يعطيهم 15 jours autorisation de retard خاطر يعرفوا البروسيدور دو فيزا parfois طول. Sinon, il y a rentrée janvier, février, même si on a rentrée mars, il y a des établissements qui ont rentrée en mars. Donc, les étudiants qui ont fait les dossiers de Hamtawa, donc rentrée septembre, nous avons dit que nous avons fait le visa. Les étudiants qui ont fait l'idée, ils ont fait l'idée. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Soit nous avons fait l'idée de la rentrée en octobre avec l'autorisation, sinon nous avons fait les dossiers de Hamtawa pour rentrer janvier. Donc, toujours la possibilité d'aller étudier en France. Ou elle est très bien à la Bekri. Donc, la campagne où les budgets halte pour les établissements étatiques bientôt fin novembre. Donc les procédures débutent à partir du mois de novembre. Donc les gens ont une idée puis ils vont faire les établissements étatiques pour l'année prochaine. Donc ça sera la période des mêmes. Là qui les établissements étatiques et les fait France. Donc il y a quand même des gens qui sont en France. Nous, à l'occasion, il y a une telle zone où le fait que qui dit, on ne sort pas à le niveau de la taille. Mais les universités, les États, على بكري وملف يتحلوا في البيريود هذيك نوفمبر نوفمبر تتحل بارتير من مواد نوفمبر لي انسكريبسيون. دونك اللي باش عنده اون ايدي باش يطلع يقرا في اتابليسمون ايتاتيك بور لاني بروشين توا يبدا يحضر في روحه من توا على بكري على بكري بيان سور. فماش خير يظهر لي من ملف يتحضر على بكري وكان فما غلطه مهما يكون هذيك علاش احنا نقولوا لو كونساي توجور بريسيو دونك هام جدا. دونك عندكم على ذمتكم كوميدي فرونس سي الباج سي تبيع لي لوكو هنا في لاك. دونك تمشيو تسالوا لخابه من استشار تسالوا تشوفوا ان تيست دورينتاسيون هكا يعاون يكون واحد يعمل كذا يفهم روحه اكثر حتى على السوفت سكيلز هذا التيست دورينتاسيون يعطيك شنو هما لي كومبيتونس نتاعك دو بلوس اللي موجودين حكينا عليهم زاد واللي ناقصين واللي ناقصينو. واضح يعطيك الصحه شكرا ليك وراي في الاخر الحياه الجامعيه راي مش في جمعه وجمعتين باش تحضر او ملي في الـ في الـ في الليسي وهذه ان شاء الله فعلا نلقاوها ان شاء الله في الـ في النظام التربوي نتاعنا انه اللي يحكيوا على الجامعه يمشيو لهم دي سبيسياليست هكا كيما ايمان واحلام عباد تمشي وشفناها حتى في لي جورني نتاع التوجيه كنا حكينا الموضوع هذا يلزم اليوم انا نقرا سيزيام اني والا باك ولا حتى قبل ما نتوجه يجوني عباد يقولوا هاو سوق شغل شنو يطلب هاو كي تقرا تختار التوجيه هذا شنو نهار اخر تنجم تطلع لانه برشا من الناس يختاروا التوجيه نتاعهم بعد ما تجيهم النوت نتاع الباك والموين نتاع الباك وقتها سي ان بو تار بين قوسين. يعطيك الصحه شكرا ليك سعداء جدا بالرتور نتاعنا احلاماني ريسبونسابل زادميسيون في دي فرانس ايمان فهري يعطيك الصحه زاده شكرا ليكم كالعاده تواصلوا انتم على راديو اف ام بعد شويه 90 دقيقه مع خلود وكامل الفريق الضيف العميد خليفه الشيبان الناطق الرسمي السابق باسم وزاره الداخليه والاكيد الحديث باش يكون عودة على مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. بون ويكاند ما تنساوش موعدنا مع الوي اف ام سبيسيال راديو كومبوس كل نهار جمعة هنرجعنا للتوقيت نتاعنا ان شاء الله من 11:30
نهار نحلو شباك باب صفحة على الدراسة الجامعية في تونس وفي الخارج. أنا حسن بالوعي شكرا أمين كان معنا في تكنيك يحيى في الأعداد آمنة أيضا كامل فريق الديجيتال. شكرا لكم الناس الكل. باسي ان بون ويكاند. باي باي.